الرحمن الرحيم. والنهاردة إن شاء الله عندنا فيديو جديد هنتكلم فيه على بداية البكتيريات اللي هي كانت جرام نيجاتيف بس اللاي. هنتكلم النهاردة على أول بكتيريا عندنا، هي كانت اسمها الإيكولاي. الإيكولاي، تمام؟ الإيكولاي اختصار لكلمة إيشيريشيا كولاي، أوكي؟ حرف الإي ده اختصار لإيشيريشيا. كلمة إيشيريشيا لو هي تقيلة عليك يعني غشيها إيكولاي وخلاص. هو الاختصار ده يعتبر اختصار دولي متعارف عليه يعني في كل انحاء العالم. يعني لو قلت له اي كولاي هيفهم انك قصدك على الاشريشيا كولاي. طيب بنبدا على طول نمشي على السكيما. فاول حاجه بالنسبه لنا بنتكلم فيها في السكيما ايه هي السبيشيز بتاعت البكتيريا دهيت. يعني كاني بقول لك قسم لي البكتيريا دهيت عامله ازاي. احنا كنا مقسمين الجرام نيجاتيف باسيلاي لحاجات بتبقى اسمها انيمال باثوجين، وحاجات بتبقى ريسبيراتوري باثوجينز، وحاجات كانت بتبقى انتريك جايه في الجهاز الهضمي. وقسمنا الانتريك تاني لاكسيديز بوزيتيف واكسيديز نيجاتيف، والاكسيديز نيجاتيف قسمناهم للاكتوز فيرمنتر ولاكتوز نون فيرمنتر. تمام كده؟ فهنبدا على طول نبدا ان احنا نتكلم نشوف الايكولاي دي كانت تبع ايه؟ لقيت الايكولاي تبع الانتريك جرام نيجاتيف بس اللاي. تبع الانتريك جرام نيجاتيف بس اللاي، وكانت كمان تبع الاكسيديز نيجاتيف، تمام؟ وكانت تبع كمان الايه؟ النون لاكتوز فيرمنتر. تبع اللاكتوز فيرمنتر عفوا، كانت تبع اللاكتوز فيرمنتر اللي هي كانت بتعمل تخمر لسكر اللاكتوز. فانا كده قسمت الايه؟ قسمت الايه كولاي. بعد السبيشيز على طول ببدا اتكلم عن العنوان الثاني معانا وهو الهابيتات. نعرف الاي كولاي عايشه فين؟ احنا من التقسيمه بتاعت الاي كولاي عرفنا انها انتريك، وكلمه انتريك ده هي جايه من الجهاز الهضمي، فتستنتج من كده ان الهابيتات بتاعها هتعيش جوه الجهاز الهضمي. ففعلا قال لك انها بتعيش فين؟ في الكولن. الكولن قلت لك عليه في الفيديو بتاع الكوليستريديوم، معناه ان في ايه؟ ان ده معناه الامعاء الغليظه، تمام؟ فده كده كان بالنسبه للسبيشيز، تمام؟ نمشي بعد ذلك لايه؟ للجزء اللي بعده هو المورفولوجي. وقلنا دائما وابدا المورفولوجي احنا بنتكلم عليه في المورفولوجي كنا بنتكلم عليه في ست نقاط، تمام كده؟ كانت بتشوف اول حاجه هي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف. فانا بتكلم في موضوع اسمه جرام نيجاتيف بس الله، اذا هي جرام نيجاتيف بس الله، تمام كده. السبيشال ارينجمنت كان هما اتنين بس اللي ليهم سبيشال ارينجمنت، اللي هي الفيبريو كوليرا ومين؟ واليوريسين. وبالتالي الاي كولاي مش معاهم فمالهاش سبيشال ارينجمنت، تمام كده. بعد كده بتسال نفسك، كنا بنقول نان موتايل نان كابسولات نان سبور فورم، مش دي السكيما صح كده؟ بس كنا بنقول نان موتايل اكسبت مين؟ اكسبت البليسز. فهنا حرف الاي بتاع البليسز يرمز الى الاي كولاي، تمام كده. بعد كده قلنا ايه تاني؟ قلنا تاني بقى اللي هو كان الكابسوليتد. قلنا كلهم بيبقوا نون كابسوليتد فيما عدا كلمه ايبك ايه؟ ايبك ماسك. وحرف الاي هنا يعني ايضا ايه؟ يعني ايضا الايكولاي. تمام. بعد كده دائما الجرام نيجاتيف بس اللاي بتبقى نون سبور فورمينج. فده كده كان بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمورفولوجي. تمام؟ جرام نيجاتيف بس اللاي ويز نو سبيشال ارينجمنت موتايل كابسيوليتد اند نون سبور فورمينج. ده كده بالنسبه للمورفولوجي. بعد المورفولوجي كنا بنتكلم على حاجه مميزه اللي هي الكالتشر كاركتر. بس قبل الكالتشر كاركتر حابب ان انا اضيف لك عنوان بسيط هنا موجود في كتاب الاسئله مش موجود عندنا في كتاب الشرح، اسمه الكلاسيفيكيشن. يعني ازاي احنا بنقسم البكتيريا السبيشيز الفصائل بتاعت الايكولاي دهيت. قال لك ان الايكولاي ده هي عباره عن مجموعه من الاسترينز. يعني الايكولاي دي كبكتيريا كبيره جواها مجموعه من البكتيريات الصغيره. كل بكتيريا من البكتيريات الصغيره ده هي بتعمل نوع معين من الامراض. فكان لازم علشان ادرس الانواع دي بشكل مفصل ان انا اقسمها علشان لما اقول اسم نوع معين اعرف المرض اللي هو بيعمله. فلقينا ان الايكولاي بتتقسم تبعا لثلاثه انتيجينز. لثلاث انتيجينات. هذا الانتيجين اللي هي اي حاجه بتستثير جهاز المناعه. ممكن ان هو يبقى حاجه اسمها او انتيجين، ممكن يبقى حاجه اسمها كي انتيجين، ممكن يبقى حاجه اسمها اتش انتيجين، تمام كده؟ تمام. طيب كل واحد فيهم بيمثل حاجه، وكل واحد فيهم هيعمل فيرينس فاكتور البكتيريا هتستخدمه علشان تعمل المرض. فعلى سبيل المثال الاو انتيجين ده يرمز الى السوماتيك انتيجين، يرمز الى السوماتيك انتيجين. وكنا جبنا سيره الاو انتيجين ده على فكره لو انت فاكر في اول فيديو خالص عندنا في المنهج لما كنت بشرح لك السيل وول بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا، وقلت لك ان عندها حاجه اسمها لايبو بولي ساكرايد اندوتوكسين بيكون عباره عن ثلاث حاجات، لايبو ليبيد، لايبو بولي ساكرايد وليبيد، بولي ساكرايد وليبيد، تمام كده. والسوماتيك وانتش قلت لك ما تنساش السوماتيك وانتش عباره عن ليبيد وبولي ساكرايد والسوماتيك وانتش. اهو السوماتيك وانتجين هو اللي مسؤول عن الاندوتوكسين.
هو اللي مسؤول عن الاندوتوكسين اللي هتطلعه البكتيريا اللي اسمها ايكولاي. تمام، ودي معلومه انت واخدها في شابتر الجنرال، اعتقد مش صعبه بالنسبه لنا. تمام، بعد كده عندك حاجه اسمها الكي انتيجين. الكي انتيجين، الكي انتيجين ده هيكون الكبسول، هيكون الكبسول، مش الايكولاي. لسه قايلين دلوقتي انها حرف الاي في الايبك ماسك، وبالتالي هي كبسوليتد، اهو الانتيجين اللي هيكون الكبسول هو الكي انتيجين. تمام كده. طيب اخر حاجه الاتش انتيجين، ده بتاع الفلاجيلا، ده بتاع الفلاجيلا. فاكر الفلاجيلا الاورجان اوف موتيليتي، وانا لسه قايل لك دلوقتي ان الايكولاي كانت حرف الاي في كلمه بليسز، وبالتالي هتبقى مطيب، وعلشان تتحرك لازم لها ايه؟ لازم لها الفلاجيلا. طيب مين الانتيجين اللي بيعمل فلاجيلا؟ هو الاتش انتيجين. فده الكلاسيفيكيشن. طب السؤال بيجي عليه ازاي؟ بيجي لك سؤال في الامتحان اصلا يقول لك انيوميريت الثلاثه دول، قول لي الثلاثه انتيجين اللي انا بستخدمهم عشان اصنف الايكولاي. هتقول له الاو انتيجين ده السوماتيك بيكون الاندوتوكسين، والكي انتيجين اللي هو بيكون الكبسول، وخلي بالك حرف الكي، حرف الكي مع الكبسول، كي كبسول. تمام، والاتش انتيجين اللي هو بيكون الفلاجيلا. تمام، ده اول سؤال بيجي. السؤال الثاني بيجي ام سي كيو، بيقول لك السوماتيك او انتيجين ده هو بيمثل ايه؟ هتقول له على طول ان هو بيمثل اندوتوكسين. فده بالنسبه للكلاسيفيكيشن والاسئله اللي بتيجي عليه. تمام، بعد الكلاسيفيكيشن ده كان عنوان زياده، نرجع تاني بقى للسكيما بتاعتنا، وهنتكلم مع بعض عن العنوان اللي عليه الدور معانا اللي اسمه كالتشر. ايه كالتشر؟ كاركتر. الكالتشر كاركتر كنا بنتكلم عليها في كام نقطه، في ثلاث نقاط. اول نقطه معاك كانت اسمها الاكسجين ريكويرمنت، لقيناها انها بتبقى فاكولتيتيف انيرو، ان البكتيريا تبع السكيما ما هياش من بانل، وما هياش كوليستريديوم، ولا هي من المايكرو ايلوفيليك. تمام كده، تمام. طيب بعد كده، بعد الاكسجين ريكويرمنت اتكلم على التمبريتشر، قلنا كلهم بيبقوا في درجه حراره 37 درجه سيليزيه ما عدا اليوريسينيا والبكتيريا اسمها كامبيلو باكتر، وديت ما اسمهاش كامبيلو باكتر واسمها يوريسين، اسمها ايكولاي، اذا هتنمو عادي عند درجه حراره 37 درجه سيليزيه. تمام، بالنسبه بعد كده بقى ايه، تعالى نشوف كده الميديا ايه الفكره اللي فيها وايه الكلام اللي هنتكلم عليه. بص يا باشا، احنا الميديا زي ما احنا قلنا كده مع بعض، انا بتكلم على الميديا. السكيما بتاعت الميديا هي ايه؟ لو انت فاكر اول حاجه انا صنفت لك ان الايكولاي ده هي تبع الانتريك جرام نيجاتيف بس اللايف. انت هتنزل بانهي سكيما؟ هتنزل بالسكيما بتاعت الانتريك جرام نيجاتيف بس اللايف، اللي هي كانت بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان كل الجرام نيجاتيف بس اللايف بتتزرع على ميديا اسمها الماكونكي، ميديا اسمها الماكونكي، والماكونكي ده كنا خدناه على فكره قبل كده في الجرام نيجاتيف في الاستريبتوكوكاي، لما قلت لك كان السبيشال ميديا بتاع الانتريكوكاي، صح كده؟ وقلت لك هناخده قدام. اهو جه دلوقتي الماكونكي، اهو جه دلوقتي الماكونكي، وهناخده دلوقتي بالتفصيل ونعرف شكل الكولنز عليه عامله ازاي. تمام كده؟ تمام، يبقى انت بتقول الماكونكي وبعد كده بتروح قايل بلس. بلس ايه بقى؟ هل الايكولاي تبع الاثنين بي؟ قال لك لا، دي بدأ بحرف الاي. طيب هل تبع الاثنين اس؟ قال لك لا برضه. هل هي كانت الاكسبشن بتاعت الماكونكي؟ قال لك لا، لكن هي كانت تبع البكتيريا اللي عندها سبيشال ميديا اتحطت فيها. اذا الايكولاي عباره عن ماكونكي مع سبيشال ميديا. ايه السبيشال ميديا اللي عندنا اللي بنزرع عليها الايكولاي؟ السبيشال ميديا اللي بنزرع عليها الايكولاي ميديا اسمها اي ام بي اجار، والصوره بتاعتها امامك في الكتاب، اختصار لايوسين ميسيلين بلو اجار او ميديا. تمام، والميديا الثانيه اسمها كليد ميديا، ومش عايزك تعرف اختصار لايه، اعرفها كليد ميديا وخلاص. تمام، طيب والميديا الثالثه السبيشال هي البلاد اجار. البلاد اجار دي كده الميديا اللي بنزرع عليها الايكولاي. تمام، ده بالنسبه لنا كان الكالتشر كاركتر. نبدا بقى ناخد التفاصيل بتاعه الكلام ده. يبقى انت دلوقتي عرفت الايكولاي حطيتها تبع انهي مكان في السكيما، تبع الماكونكي مع السبيشال ميديا. تمام، فنبدا نشوف بقى. قلنا اول حاجه عندي انا اول ميديا بزرع عليها الايكولاي كانت الميديا اللي اسمها الماكونكي، كانت الميديا اللي اسمها الايه؟ الماكونكي ميديا. هتسال نفسك سؤال برضو تاني، انا كنت اديتك سكيما برضو لشكل الايه؟ لشكل الكولونيز على الماكونكي. هل الايكولاي ده هي لاكتوز فيرمنتر ولا نون لاكتوز فيرمنتر؟ لسه مقسمينها في الاول انها لاكتوز فيرمنتر، وبالتالي شكل البكتيريا على الماكونكي تبع السكيما بيبقى روز بينك ميديا، روز بينك كولونيز، وده خلي بالك صوره مهمه جدا في العملي، صوره الايكولاي على الماكونكي بتبقى روز بينك كولونيز، روز بينك كولونيز. تمام، ده على الماكونكي. بعد كده السبيشال ميديا هم كانوا ثلاثه، اول واحده الاي ام بي اللي هي الايوسين ميسيلين بلو اجار، دي شكلها بيبقى ميتاليك، ميتاليك شاين كولونيز، يعني شكل المعدن اللي بيلمع. تمام، الصوره بتاعتها موجوده امامك في الكتاب، لكن هي مش مهمه قوي في العملي، محطوطه بس كصوره توضيحيه. تمام،
بعد كده الميديا الثالثه اللي عندنا اللي كانت الكليد ميديا، من الصوره اللي قدامك تستنتج ان الكولنز هيكون لونها ايه؟ هيكون لونها اصفر، يلو كولنز، يلو كولنز. تمام. بعد كده بالنسبه للبلاد اجار، البلاد اجار الكولنز بتظهر عليه في شكل ايه؟ في شكل هيموليسيس. في شكل هيموليسيس، هل هي هتعمل جاما هيموليسيس ولا بيتا هيموليسيس ولا الفا هيموليسيس؟ الاجابه بتاعتك على طول انها لو كانت الايكولاي سترين، لو كانت فصيله الايكولاي اللي هتعمل لك يو تي اي، اليو تي اي اعني بيها يورين تراكت انفكشن، يعني عدوى في الجهاز البول. تمام كده؟ السترينز اللي هتعمل يو تي اي دهيت هي اللي هتعمل هيموليسيس للبلاد اجار. معلومه يعني مش مهمه بالنسبه لنا، اهم حاجه بالنسبه لي هي الماكونكي اللي هي بتبقى روز بينك كولنز، دي اهم حاجه هنا بالنسبه لي. فده بالنسبه لنا كان الكالتشر كاركتر تبع السكيما على طول، ماكونكي بانها لابتوس فرمنتر بتقول انها بتبقى روز بينك كولنز. بعد كده بتحط سبيشال ميديا الاي ام بي، شكلها بيبقى ميتاليك، شكلها بيبقى ميتاليك شاين، والكليد بيبقى لونها اصفر، وبلاد اجار السترينز اللي بتعمل عدوى في الجهاز البولي اللي هي بتعمل يو تي اي هي ديت اللي بتعمل هيموليسيز على البلاد اجار. بعد ما بنخلص الكالتشر كاركتر بنتكلم على العنوان اللي بعده بعنوان البايو كيميكال رياكشنز، البايو كيميكال رياكشنز اللي هي التفاعلات الكيميائيه. تمام. وزي ما احنا اتكلمنا في السكيما بنتكلم في التفاعلات الكيميائيه على حوالي 5 تفاعلات كيميائيه. اول تفاعل كيميائي عندنا اسمه كربوهيدريت فيرمنتيشن تيست، اللي هو تخمر الكربوهيدريت. تمام. الكربوهيدريت فيرمنتيشن تيست بالنسبه للبكتيريا اللي اسمها ايكولاي، لقينا ان الايكولاي بتعمل فيرمنتيشن للسكريات اللي هي المجموعه في كلمه جمل، في كلمه جمل، اللي هم مين؟ اللي هم الجلوكوز والمالتوز واللاكتوز. فده بالنسبه للكربوهيدريت فيرمنتيشن تيست لا جديد يذكر عليه. عايز بس انبهك لحاجه، ان الكربوهيدريت فيرمنتيشن تيست يعني مش مهم قوي بالنسبه لنا انك تحفظ كل السكريات دي، لانه تفاعل كيميائي بيحصل في كل انواع الايه؟ في كل انواع الانتيروبكتريسي او في كل انواع الجرام نيجاتيف باسيلاي. فالموضوع يعني مش هيتداخل مع بعضه ومش هيساعدك انك تحل ام سي كيو. فيعني انت احفظ خلاص، وان هو يعني عايز تحفظهم بالتفصيل، عايز احفظهم، مش عايز تحفظهم خلاص، لكن اعرف هنا ان عند الايكولاي مثلا بتحلل السكريات اللي هي مجموعه في كلمه جمل، اللي هم الجلوكوز والمالتوز واللاكتوز. تاني تفاعل كيميائي عندنا وكان برضو موجود في السكيما هو الانفكتست، الانفكتست. تمام؟ الانفكتست. طيب الانفكتست ده اختصار لايه؟ هو عباره عن اربع اختبارات. اول تيست عندنا اسمه اندول تيست. اسمه اندول تيست. طيب تاني تيست عندنا اندول تيست اللي هو يرمز لحرف الاي، حرف الام بالنسبه لنا هو اسمه ميسايل ريد تيست. تمام. طيب والتيست التالت اللي هو الرخم بقى اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه فوجس بروسكاور تيست. تمام. ده التيست التالت اللي عندنا، وحرف السي يعني بيه ستريت تيست، الستريت تيست. تمام. ده الاربع تيستات بتوع الانفيك. طيب النتيجه بتاعت الانفيك تيست في الايكولاي هي شفره كده عايزك تحفظها معايا بسهوله، ان الانفيك تيست في الايكولاي بيبقى بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني الاندول تيست دهوت بيبقى بوزيتيف، والميسايل ريد دهوت كمان بيبقى بوزيتيف، والفي بي بيبقى نيجاتيف، والستريت تيست بيبقى ايه؟ بيبقى نيجاتيف. ده الانفيك تيست والشفره بتاعته بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. ده الانفيك تيست. طبعا صوره الانفيك تيست موجوده امامك في الـ في في في, 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 في انا حاططها لك في الكتاب. عباره طبعا زي ما انت شايف مثلا عن 4 انابيب قدامك اهم. الاربع انابيب دول يعني كل انبوبه بتمثل تيست معين. الكتاب او الصوره في الكتاب جايبه لك النيجاتيف والبوزيتيف نظامه عامل ازاي. حاليا في النظري انا مش هحتاج اقول لك الالوان وده بيبقى عامل ازاي وده بيبقى عامل ازاي، لان ده موضوع عملي بحت يعني. فالصوره امامك في التوضيح فقط، علشان لو انت عايز تعرف شكل الكلام عامل ازاي. حاليا بما ان احنا بنشرح نظري، فالنظري كل اللي انت مطالب تعرفه هو ان الايكولاي بتبقى بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. ده بالنسبه للايكولاي في الانفيك تيست اللي هو تاني تيست معانا. طيب التيست الثالث اللي عندنا تبع السكيما كان اسمه التي اس اي، والتي اس اي ده من التيستات اللي انا بحبها جدا الصراحه، لانه تيست لطيف جدا. تي اس اي اختصار لتريبل شوجر ايرن تيست، تريبل شوجر ايرن تيست. طيب التي اس اي ده نظامه بيعمل ازاي؟ بتبقى انبوبه اختبار كده اهو بالمنظر ده،
وانبوبه الاختبار ده هي نعرف ان احنا نقسمها، بتلاقي الماده اللي جوه انبوبه الاختبار نازله بميل بالمنظر ده وكده، نازله بميل بالمنظر ده وكده. وبالتالي قدرنا ان احنا لما جينا ندرس المنظر بتاع التفاعل الكيميائي بالمنظر ده كده، العلماء قسموا لك انبوبه الاختبار ده هي ليه شقين، الشق اللي فوق والشق اللي تحت. الشق اللي فوق ده هو اسمه سلانت، سلانت اللي هو حته الميل ده هي اسمها سلانت، والشق اللي تحت ده هو اسمه بط. تمام كده؟ تمام. طيب قال لك على حسب التفاعل الكيميائي ده هو هيتغير اللون بتاع السلانت وهيتغير اللون بتاع البط. بمعنى ايه؟ لو كان التفاعل الكيميائي اللي حصل في هذا التيست هو اسيديك رياكشن، هتلاقي اللون بتاع السلانت او البط بيبقى يلو. يعني اينما تجد كلمه اسيديك رياكشن في التي اس اي هتلاقي اللون اصفر. طيب لو كان التفاعل الكالاين، اسيديك يعني حمضي والكالاين يعني قلوي، هتلاقي اللون بقى بينك. تمام كده؟ يبقى اينما يوجد الكالاين رياكشن في التي اس اي هتلاقي اللون هيبقى بينك. تمام؟ طيب التي اس اي بيساعدني برضو ان انا اكشف على غاز اسمه الاتش 2 اس، غاز الاتش 2 اس. غاز الاتش 2 اس ده لما بيطلع بيغير في بعض التفاعلات الكيميائيه اللي موجوده، مش عايزك تعرفها دلوقتي. المهم تعرف ان تفاعل التي اس اي انت مطالب تعرف شكل الانبوبه هيبقى عامل ازاي، السلانت هيبقى لونه ايه، والبط هيبقى لونه ايه، وده بيعتمد هل التفاعل حمضي ولا قلوي، وهل بيطلع اتش 2 اس ولا لا. فمثلا عندنا في الايكولاي لقينا ان السلانت هنا اهوت كان لونه اصفر، يعني التفاعل اللي حصل في السلانت كان تفاعل حمضي، ولقينا ان البط برضو كان لونه اصفر، والصوره امامك في الكتاب موضحه لك الكلام كله. وبالتالي لما احب اقول لك التي اس اي، التي اس اي للايكولاي هيبقى نظامه عامل ازاي، هيبقى اسيد سلانت واسيد بط، يعني يعتبر اسيد اسيد. وطب اخبار الاتش الاتش 2 اس ويز نو اتش 2 اس برودكشن. تمام. فده بالنسبه لنا، وهنجمع في الاخر البكتيريات اللي بتطلع اتش 2 اس يعني عشان ايه ما تتلخبطش فيها. يبقى ده بالنسبه للتي اس اي تريبل شوجر اير، بما ان اللون هنا اصفر واللون هنا اصفر فبنقول ان التفاعل بتاع التي اس اي هنا بيبقى اسيدك اسيدك، وده بالنسبه للايكولا. ده كان التيست الثالث اللي عندنا. طيب التيست الرابع والخامس سهلين خالص بقى، كانوا تيستين كده، واحد اسمه اوكسيديز تيست، واحد اسمه يورييز تيست. واحد اسمه اوكسيديز، واحد اسمه يورييز تيست. طيب الاوكسيديز ده هو كان بيبقى بوزيتيف في مين؟ الاوكسيديز كان بيبقى بوزيتيف في البكتيريا اللي هي اسمها السودوموناس والبروتياس، مع عيله الايه؟ مع عيله البكتر. طيب والاوكسيديز واليورييز، اليورييز كان بيبقى بوزيتيف في البكتيريا اللي اسمها بروتياس وعيله باكتر. تمام كده؟ عيله باكتر مش كلها على فكره، ماشي؟ ده بالنسبه لهذا الجزء، يعني انا بقول لك كلام بسيط كده عليه. تمام؟ ده بالنسبه لهذا الجزء. تمام؟ وبالتالي لما احب اقول لك هل الايكولايت ذكرت هنا في سواء كان في الاوكسيديز او اليورييز، قال لك لا، اذا دلوقتي التستين دول النتيجه بتاعتهم هتلاقي في الايكولاي هيبقوا الاثنين نيجاتيف، هيبقوا الاثنين ايه؟ نيجاتيف. تمام كده؟ ده بالنسبه للتفاعلات الكيميائيه بتاعت الايكولاي، بسيطه كده وسهله. اول حاجه الكربوهيدرات فيرمنتيشن تيست في الجمل، الانفيك تيست بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، التي اس اي بيبقى اسيد اسيد، والاوكسيديز واليوريز بيبقوا الاثنين النيجاتيف. ده بالنسبه لهذا الجزء. دي كانت التفاعلات الكيميائيه زي السكيما بالظبط، لم نعدل فيها اي شيء. ملحوظه كده جايه في كتاب في في في, في, في اسئله الامتحانات، بيقول لك ان الايكولاي بتعمل تفاعل كيميائي كمان، انها بتعمل اختزال ال NO3 الى NO2. يعني ال NO3 يطلق عليها بالانجليزي النيتريت، النيتريت النيتريت بالايه دي اللي فيها اللي هي ال NO3. تمام. بعد كده بتحول ال NO3 بتشيل منها ذره اكسجين وتخليها NO2، هذا ال NO2 يطلق عليه اسمه نيترايت بالاي. تمام كده؟ فده تفاعل كيميائي مهم جدا اللي الايكولاي بيجي لك في الام سي كيو، ان الايكولاي بيتحول ال NO3 ل NO2. تمام؟ ده سؤال من الاسئله اللي كانت بتجي لنا في شكل ام سي كيو. ودي كانت البايو كيميكال رياكشن، اعتقد ما فيهاش اي مشكله معانا، وعلى فكره هتساعدنا جدا في العملي ان شاء الله لو انت فاهم الكلام كويس. تمام؟ بعد كده بنتكلم على الفيرولانس فاكتور. يعني ايه الفيرولانس فاكتور؟ يعني الحاجات اللي البكتيريا هتطلعها علشان تعمل لك المرض. تمام؟ الفيرولانس فاكتور زي ما اتفقنا انا بتكلم على جرام نيجاتيف بس اللاي، وبالتالي الفيرولانس فاكتور هتبقى توكسينز، وهتبقى كبسول لو الاورجانيزم كان كبسوليتد، وهتبقى سبيشال فور اتش تايب.
وهتبقى سبيشال فور هنا اهي سبيشال فور اتش تايب. تمام. طيب نبدا نشوف الفيرلنس فاكتور هنا هل هي هتمشي تبع السكيما ولا لا. فقال لك هنا الفيرلنس فاكتور ماشيه تبع السكيما، متقسمه فعلا امامك الى توكسين وكبسول وسبيشال فور اتش تايب. طيب التوكسين ده نظامه ايه؟ بص يا باشا التوكسينز انا عندي كده ثلاثه توكسين كده، تعالى نشرحهم كده بالراحه، نمسح الكلام ده ونشرح الثلاث توكسين بالراحه. اول توكسين عندنا هو انتيرو توكسين. وانما يوجد الانتيرو توكسين يوجد الفود بويزنينج، فود بويزنينج. تمام. انتيرو توكسين بيعمل لك دائما وابدا ايه الفود بويزنينج. تمام. الفود بويزنينج هنا يعني هو بيجي لك في شكل دايري اسهال. تمام. يجي لك في شكل اسهال. تمام كده. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، انا عندي ازاي الاسهال ده بيحصل بالراحه كده، اناتومي وفيسيولوجي بسيط جدا اعرفك ازاي الاسهال ده بيحصل. الاسهال هنا بيحصل ان لو ديت مثلا الامعاء اهو، الامعاء ده هي بتتحرك مش ثابته في مكانها، فيجي الاكل داخل هنا في الامعاء. الطبيعي من غير اي مرض ان الاكل الاول بيبدا يحصل له امتصاص ويتفتت، وبعد كده ينزل فين؟ في شكل استول في من الانا الكنال او فتحه الشعر. تمام. ده الطبيعي. طيب فرضنا جدلا ان الامعاء دهيت وهي بتتحرك الحركه بتاعتها كانت سريعه عن المعتاد. تمام. ايه اللي هيحصل؟ هيجي الاكل دهوت يروح نازل بسرعه، ويجي الاكل اللي بعده يروح نازل بسرعه، والاكل اللي بعده يروح نازل بسرعه، فكل الاكل اللي بيخش الامعاء بدا ان هو ينزل ايه بسرعه، فبدات انت تخش الحمام اكتر، فما تخش الحمام اكتر ده اسمه ايه؟ ده اسمه اسهال. الاسهال انك تخش الحمام عدد مرات كتير، او ان الاستول ينزل سايل. ده تعريف كلمه اسهال. فانت هنا معنى ان حركه الامعاء كانت سريعه، معنى ذلك ان كل الاكل اللي بيجي بيبدا يتحرك بسرعه 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 وينزل للانا الكنال وينزل في شكل ستول، فعدد المرات اللي انت بتخش فيها الحمام ايه؟ بيزيد. ده تعريف كلمه الاسهال كده بالنسبه للامعاء. تمام؟ وبالتالي انا علشان عندي الانتيروتوكسين دوت يعمل لك الاسهال، لازم يعمل ايه؟ لازم يسرع حركه الامعاء. وعشان يسرع حركه الامعاء في تفاعل كيميائي كده عايز اقول لك عليه، ان انا عندي مركب اسمه الاي دي بي بيتحول الى مركب تاني اسمه سايكليك اي ام بي. سايكليك اي ام بي بالمنظر ده كده سي ام بي. تمام. اللي هو سايكليك ام بي عن طريق انزيم، هذا الانزيم اسمه ادينيليت سايكليز. تمام. ايه هي اهميه التفاعل الكيميائي ده؟ ان المركب اللي اسمه سايكليك ام بي ده عندما يوجد في اي عضو من اعضاء الجسم بيزود النشاط بتاعه. تمام. بمعنى لو مثلا السايكليك اي ام بي زاد فين؟ زاد مثلا في الغدد اللعابيه مثلا، يعني كميه اللعاب اللي هتبقى في بواق هتبقى زايده. لو زاد في المعده افرازات المعده تزيد. تمام. طب تعالى نلعب اللعبه دهيت، لو السايكليك ام بي زاد بس في الامعاء في الانتستين هتعمل ايه؟ هيزود النشاط بتاع الامعاء، يروح مزود الحركه بتاعه الامعاء، فيحصل لك ايه؟ فيحصل لك اسهال. تمام. فده بالنسبه لنا فكره الدايريه اللي حصلت في الانتيروتوكسين. مبدئيا كده الانتيروتوكسين دهوت في منه نوعين، نوع اسمه هيت لايبل توكسين وهيت ستيبل توكسين. ال تي اعني بيها هيت لايبل، والاس تي اعني بيها هيت ستيبل توكسين. تمام. بيجي الهيت لايبل توكسين او الهيت ستيبل، لكن الهيت لايبل اكتر، يروح مزود لك الانزيم اللي اسمه ادينيليت سايكليز. زود هذا الانزيم اللي اسمه الادينيت سايكليز، فايه اللي حصل؟ زاد تكوين السايكليك اي ام بي. وبما انه انتيروتوكسين فبيشتغل في الامعاء، فالسايكليك اي ام بي اما بيزيد في الامعاء حركه الامعاء بتزيد، فبيديك دايريه. فده اول حاجه عندنا، ان عندك اثنين انتيروتوكسين نوعهم بيبقوا اكزوتوكسين. تمام كده؟ بيبقوا هيت لايف والهيت ستيبل، بيحفزوا الانزيم اللي اسمه الادينيت سايكليز علشان يزود لك السايكليك ام بي فيديك الاسهال. وانا كاتب لك ان هو بيحصل بحاجه اسمها اي تي اي سي، فكك حاليا منها دلوقتي، هنشرحها لما تيجي وقتها في الامراض. تمام. يلا بعد ما خلصنا اول توكسين عندنا اللي هو كان الانتيرو توكسين، تاني توكسين معانا اسمه الفيرو توكسين. الفيروتوكسين وليه اسم تاني اسمه الشيجا توكسين. مهم جدا الشيجا توكسين.
طيب بيعمل ايه الشيجا توكسين، او ليه اصلا سميناه الشيجا توكسين؟ الشيجا توكسين نسبه الى بكتيريا هناخدها قدام تبع برضو الجرام نيجاتيف باسيلاي اسمها الشيجيلا، كانوا تبع الاثنين اس. هذه الشيجيلا بتطلع توكسين اسمه شيجيلا توكسين. لقينا ان الفيروتوكسين بتاع الايكولاي شبيه بالتوكسين اللي بتطلعه الشيجيلا، لذلك اطلقنا عليه اسم شيجا توكسين. طيب بيعمل ايه بقى دلوقتي الشيجا توكسين دهوت؟ هذا الشيجا توكسين بيروح في الانتستين برضه، ويروح موقف تصنيع البروتين جوه الانتستين، تمام؟ فمعنى ان هو وقف تصنيع البروتين جوه الانتستين ان حركه الامعاء برضه هتزيد. حركه الامعاء هتزيد لان هو وقف تصنيع البروتين. طيب ايه اللي خلى تصنيع البروتين، لما تصنيع البروتين يقف خلى حركه الامعاء تزيد، فما زادت حركه الامعاء اداك ايه؟ اداك دايريه، اداك ايه؟ اسهال، تمام؟ ده شكل طبيعي خالص. مش كده وبس، بما انه توكسين وبيخترق الخلايا بدا ان هو يكسر لك في الخلايا كمان، وينزل دم مع الاسهال ده، فالاسهال بتاع اللي بينزله التوكسين اسمه الشيجا توكسين، بيبقى معاه دم، بيبقى معاه بلاد. ليه؟ لان هو بدا ان هو يكسر في الخلايا بتاعت الامعاء اللي كانت موجوده، تمام؟ يبقى اول حاجه عمل انهيبيشن للبروتين، عمل انهيبيشن للبروتين سينسس في الامعاء الغليظه، تمام؟ ده بالنسبه، وكان في نفس الوقت كمان بدا ان هو يكسر في الخلايا اللي موجوده، فبدا ينزل دم مع الاسهال، تمام؟ طيب اخر توكسين معانا اسمه الاندوتوكسين لايبوبوليساكرايد، تمام؟ ده تبع السيل وول بتاع الجرام نيجاتيف باسيلاي، بيبقى بيتصنع بالسوماتيك او انتيجين زي ما احنا قلنا في اول الفيديو، وبيعمل لك حاجه اسمها اندوتوكسيك شوك او سيبتيك شوك. سيبتيك شوك، تمام؟ وان اظن كلمه سيبتيك شوك بقى انت عارفها، يعني ايه اصلا كلمه شوك؟ كلمه شوك يعني ضربات القلب بقت زايده وضغط الدم بقى قليل، وكلمه سيبتيك اعني بيها انها شوك، اي ضربات القلب زادت وضغط الدم قل نتيجه لعدوى بكتيريه، دي معنى كلمه سيبتيك، تمام؟ طيب السؤال هنا بيجي ام سي كيو بيقول لك مين هو اللي بيعمل الاندوتوكسيك شوك او السيبتيك شوك، تمام؟ هو في الاختيارات مش هيجيب لك الاندوتوكسين، هيجيب لك اللايبوبوليساكرايد، فركز على التسميه الثانيه هي ديت اللي بتيجي في الام سي كيو. تاني فيرولانس فاكتور زي ما احنا اتفقنا في السكيما، توكسينز بعد التوكسين بيبقى ايه؟ بيبقى الكبسول، ولان لان الايكولاي كانت هي حرف الاي في الايبك ماسك، فبتبقى كبسوليتد، وبالتالي الفيرولانس فاكتور بتاعها هو عادي الكبسول، والكبسول الاكشن بتاعها دائما بيبقى ايه؟ انتي فاجو سايتوزس. فده بالنسبه للتوكسينز والكبسول. بعد كده بعد التوكسين والكبسول اخر حاجه عندنا هي سبيشال فور اتش تايب، وهم اتنين بحرف البي، اتنين بحرف البي. اول واحده عندنا هي مين؟ هي البايلي، هي البايلي، تمام؟ والبايلي ديت انت خدتها ملايين المرات وعرفت الاكشن بتاعها انها بتعمل ايه؟ انها بتعمل ادهيجن للخليه بتاعه جسم الانسان، تمام؟ تمام. طيب الايكولاي حتى هذه اللحظه انا قلت لك بتعمل ايه؟ مش قلت لك بتطلع انتيروتوكسين عمل لك اسهال، وبتطلع فيروتوكسين عمل لك برضو اسهال مع دم، يبقى الاثنين توكسين ده هم كانوا شغالين جوه الامعاء، تمام كده؟ تمام كده. طيب الايكولاي من انواع البكتيريات اللي هي مش بتشتغل جوه الامعاء بس، بتقدر انها تروح وتشتغل في اماكن ثانيه نظرا لانها مطير، بكتيريا بتعرف تتحرك، وبالتالي لما بتقدر انها تتحرك وتروح لاماكن اخرى انها تشتغل عليها. فلما تروح للجهاز البولي اللي هو اليورينتراكت عايزه تمسك في الميكوزه بتاعت الجهاز البولي دهوت، هتروح البايلي طالعه وماسكه في الميكوزه بتاعت الايه؟ بتاعت اليورينتراكت. بقى عندك دلوقتي بكتيريا بتطلع توكسينز جوه الجهاز البولي، تعمل لك ايه؟ تعمل لك حاجه اسمها يورينتراكت انفكشن، اللي هي اليو تي اي، عدوى في الجهاز البولي. إذا البايلي ببساطة شديدة ده بيبقى كولونايزنج فاكتور، يعني بيساعد إن هو يعمل انتشار للعدوى عن طريق إن هو بيعمل بايند للهوست سيلز اللي موجودة في اليورين تراكت في الجهاز البولي، فيروح عامل لك اليو تي أي اللي هي اليورين تراكت انفكشن، تمام؟ فده أول بي عندنا اللي هي البايلي. بعد كده عندك في تاني بي عندنا هي اسمها الكول بلازميد، الكول بلازميد. لو انت فاكر في الوظائف بتاعت البلازميد كنت قلت لك اف فاكتور وار فاكتور وكول فاكتور، كانوا ثلاثه فاكتور، تمام كده؟ كان هذا الفاكتور مثلا الار فاكتور لو انت فاكر كنت قلت لك بيحمي البكتيريا من المضادات الحيويه، بس قلت لك ان في بكتيريات متوحشه ممكن انها تقتل بكتيريات ثانيه،
فازاي البكتيريا هتحمي نفسها؟ بتحمي نفسها عن طريق انها بتطلع الكول بلازميد. الكول بلازميد، هذا الكول بلازميد بيطلع لك حاجه اسمها الكول فاكتور. الكول فاكتور بيحمي البكتيريا من البكتيريات الثانيه، يعني كانه بيزود البكتيريا ريزيستنس اللي هي مقاومه البكتيريا. وكنت ساعتها قلت لك كلمه كول دهيت جايه من كلمه كولاي. اذا الكول بلازميد كان موجود في بكتيريا اسمها الاي كولاي، وده بالنسبه لاخر فيرلنس فاكتور عندنا. تمام؟ ده بالنسبه لاخر فيرلنس فاكتور عندنا. يبقى الفيرلنس فاكتور تاني عشان الفيرلنس فاكتور بتجي لك في الامتحان سؤال بيقول لك قول لي ايه هي الفيرلنس فاكتور وقول لي ايه الاكشن بتاع كل واحد فيهم. تمام؟ ديت السؤال اللي بيجي على الفيرلنس فاكتور. بيجي لك ام سي كيو ما تنساش بتاع الاندوتوكسين، مين اللي بيعمل السيبتك شوك؟ هتقول له اللايبوبولي ساكرايد. وبيجي لك سؤال ان مين اللي هو الفيرلنس فاكتور اللي بيساعد الايكولاي انها تعمل يورين تراك انفكشن، هتقول له على طول ايه؟ البايت. دي الاسئله اللي بتيجي على الفيرلنس فاكتور. طيب بعد كده الامراض بتاعت الايكولاي، اول حاجه بيقول لك المود اوف ترانسميشن، يعني ازاي البكتيريا اللي اسمها ايكولاي دي بتنتقل. بتنتقل عن طريق روت اسمه فيكو اورال روت. يعني ايه فيكو اورال روت؟ فيكو اورال روت يعني الاكل اللي انت هتاكله ببقك، كلمه اورال اهو، ملوث بالفيكال ماتيريال اللي هي البراز. تمام؟ سواء كان ده جاي من حيوان او جاي من انسان. انسان في الدول مثلا او الاماكن اللي النظافه فيها بتبقى قليله، فممكن تاكل اكل ملوث بالجزء. تمام؟ فده المود اوف ترانسميشن الفيكو اورال روت. طيب الامراض بتاعت الايكولاي، الامراض بتاعت الايكولاي زي ما احنا عارفين كده، زي ما قلت لك دلوقتي، هي كانت بتطلع توكسين. التوكسين ده انتيرو توكسين بيروح يشتغل على الامعاء، وكانت بتطلع برضو البايلي اللي كانت بتشتغل فين؟ في الجهاز البولي. تمام؟ وبالتالي نعرف نستنتج هنا ان الايكولاي الامراض اللي هتعملها هتبقى امراض جوه الجهاز الهضمي جوه الانتستين، فهنسميها انتستاينال ديزيزز، وامراض خارج الجهاز الهضمي هنسميها اكسترا انتستاينال ديزيزز. تمام كده؟ تمام. يبقى ده اول حاجه عندنا. طيب نبدا باول حاجه الانتستاينال ديزيز. الانتستاينال ديزيز وعندك تقسيمه مهمه جدا جدا جدا، تقسيمه مهمه جدا جدا للسترينز بتاعت الايكولاي. الاسترينز بتاعت الايكولاي. تمام؟ بص يا باشا، اول حاجه الاسترينز بتاعت الايكولاي انا عايزك تحفظهم معايا بالمنظر اللي انا هقول لك بيه دلوقتي عشان ما تنسهمش ان هم رخمين الصراحه. اول حاجه عشان تحفظ الاسترينز بتاعت الايكولاي هتروح حاطط كلمه حرف الاي في الاول وحرف الاي وبعد كده السي. تمام؟ بالراحه كده، بالراحه كده. عايزك تعرف بقى ايه الاختصارات دي. اول حاجه اي سي يعني ايه؟ اي سي اعني بيها الايكولاي، يبقى كل سترين هتنتهي بكلمه ايكولاي. تمام؟ وحرف الاي اللي في الاول اعني بيه كلمه انتيرو. خلاص؟ يبقى الشفره دي عايزك تعرفها كويس، انك هتحط في الاول اي وفي النص هتسيب حرف وبعد كده تقول اي سي. الاي سي اللي في الاخر اعني بيها الايكولاي، والاي اللي في الاول اعني بيها الانتيرو. يعني من الاخر انت عايز تقول لي ان اسماء السبيشيز بتاعت الايكولاي او السترينز بتاعت الايكولاي هتبقى انتيرو حاجه ايكولاي. ده اللي انا عايز اقول لك عليه. انتيرو ايه؟ تعالى نعرف مع بعض السكيما بتقول لنا ايه. قال لك ان الحرف اللي في النص بتاع الايكولاي ده اهو مجموع في كلمه هاي تاب. هاي تاب. تمام؟ فتعالى مع بعض بقى ايه نحط كده الحروف ونشوف هتبقى عامله ازاي. العب انت بقى اللعبه دي معايا. فاول حاجه هتروح اول سترين عندنا هيبقى اسمها اي اتش اي سي. تمام كده؟ ادي خدت حرف الاتش بتاع الهاي. بعد كده السترين الثانيه بتعمل ايه؟ كنت بتحط اي في الاول وبعد كده اي سي. تمام؟ وتحط في النص الحرف الثاني اللي هو هنا حرف الاي، يبقى عندك اي 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 سي. تمام؟ بعد كده السترين الثالثه كنت بتقول اي وبعد كده اي سي. تمام؟ وبتحط اول حرف في كلمه تاب اللي هو ايه؟ حرف التي. تمام. بعد كده البكتيريا رقم 4 كنت بتحط اي، وبعد كده كنت بتحط اي سي في الاخر، وفي النص بتحط الحرف الايه في كلمه هاي تاب هتلاقي حرف الاي. تمام. بعد كده اخر واحده حرف الاي وبعد كده اي سي، وفي النص كنت بتحط الحرف الاخير في كلمه تاب اللي هو حرف البي. فدي ببساطه الاسترينز بتاعت الايكولاي كامله. ده الاختصار، ده الاختصارات بتاعت الاسترينز. طيب انا قلت لك عشان تشوف بقى الايه التفصيل بتاع كل كلمه عامل ازاي، يعني الكلمه دي اختصار لايه. هتلاقي الكلام سهل. فاول حاجه انا قلت لك حرف الاي اللي في الاول ده يرمز الى كلمه انتيرو، وحرف الاتش ده اللي انت هتحفظه او الحروف اللي في النص دي اللي انت هتحفظها، والاي سي ترمز الى ايكولاي. فتعال نشوف مثلا الاي اتش اي سي. الاي اتش اي سي دي ترمز لايه؟
ترمز لانتيرو، وحرف الاتش هنا معناه كلمه هيموراجيك. هيموراجيك جايه من كلمه هيموريدج، وهيموريدج اللي هو نسي اللي هو كلمه نزيف. تمام كده؟ تمام. يبقى دي اول حاجه اسمها انتيرو هيموراجيك اي كولاي. تمام. ودي فعلا اول سترين عندك هتلاقيها مكتوب عندك في الكتاب، انتيرو هيموراجيك اي كولاي. تمام. بعد كده البكتيريا الثانيه اللي هي فيها حرف الار هيبقى اسمها انتيرو انفيزيف اي كولاي. انتيرو انفيزيف اي كولاي. تمام كده. انتيرو انفيزيف اي كولاي. تمام. بعد كده طبعا من اسمها يعني انت من الاسم هتعرف تستنتج هي هتعمل ايه. فمثلا انتيرو هيموراجيك تستنتج ان فيها حاجه هيبقى فيها دم. طيب الانتيرو انفيزيف تتاكد انها هتعمل اختراق لحاجه معينه في الجسم. طيب بعد كده انتيرو حرف التي هنا توكسوجينيك. انتيرو توكسوجينيك اي كولاي. من اسمها كده هتطلع الايه؟ هتطلع التوكسينز. تمام. بعد كده حرف الايه؟ انتيرو حرف الايه يرمز الى اجريفيتيف. اذا هي انتيرو اجريفيتيف اي كولاي. تمام. وكلمه اجريفيتيف معناها انها بتتجمع، معناها تجمع. تمام. بعد كده حرف البي انتيرو باثوجينيك. البي هنا باثوجينيك اي كولاي. يبقى الاتش هيموراجيك، الاي انفيجن، التي توكسوجينيك، والاي اجريجيتيف، والبي باثوجينيك. تمام. دي الاسترينز اتمنى تكون حفظتها معايا بالمنظر ده، علشان ايه؟ ما يعني انا شايف ان الموضوع رخم شويه، لكن احنا حفظناه مع بعض اهو بشكل جيد. تمام. نبدا بقى ناخد كل سترين من الاسترينز اللي عندنا ونشوف الامراض اللي هي بتعمل. فاول سترين عندنا هي كانت الاي اتش اي سي، والحرف بتاع الهاي تاب هو كلمه السر، هو ده اللي هيخليك تعرف الامراض بتاعت كل بكتيريا عامله ازاي. فهنا حرف الاتش يرمز الى كلمه هيموراجيك، وكلمه هيموراجيك اعني ان فيها نزيف، يعني هيبقى فيه ده حاجه ليها علاقه بالدم، ده معنى كلمه هيموراجيك. وعلى فكره كل الامراض بتاعتها برضه هتبقى بادئه بحرف الاتش. تمام. فعايز اقول لك على حاجه هتعمل مرضين مهمين جدا 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 نبدا ان احنا نتكلم عنهم. بس قبل ما اتكلم على الامراض عايز افكرك بحاجه، ان انا في اول الفيديو كنت مقسم الايكولاي تبعا للانتيجينات اللي موجوده فيها اكوردنج مثلا للكي انتيجين بتاع الكبسول، واللي هو انتيجين بتاع التوكسين، والاتش انتيجين بتاع الفلاجيل. لا صح؟ فقال لك ان الانتيرو هيموراجيك ايكولاي دهوت في منها سترين، في منها فصيله. هذه الفصيله بتكون بنسميها او 157 اتش 7. تمام. او 157 اتش 7. الفصيله دهيت هي اكتر فصيله هتعمل امراض في الانتيريو هيموراجيك ايكولاي. تمام. طيب هتعمل لنا ايه بقى الفصيله دي؟ قال لك الفصيله دهيت هتعمل لك مرض كده في الاول اسمه هيموليتيك يوريميك سندروم. اسمه هيموليتيك يوريميك سندروم. هيموليتيك يوريميك سندروم وهو بادئ بحرف الاتش عشان هي انتيرو هيموراجيك. هيموليتيك يوريميك سندروم. هذا الهيموليتيك يوريميك سندروم ده نظامه ايه؟ بص يا باشا، هو عباره عن شقين، هيموليتيك ويوريميك. تمام. كلمه هيموليتيك جايه من كلمه هيموليسيز، وكلمه هيموليسيز اللي هي تحلل للدم. فانا عايز اقول لك بس كده الدم عباره عن ايه. قال لك الدم ده هو بيبقى عباره عن بلازما، البلازما اللي هي الميه، وعباره عن ايه؟ وعباره عن خلايا. وكان بيقول لك ان الخلايا دهيت، الكلام ده كله انت خدته في الثانوي، عباره عن خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدمويه، مش ذلك بالعربي حتى اهو، والصفائح الدمويه. ده الكلام اللي انت خدته ايه؟ اللي انت خدته فين؟ في الثانوي. تمام. فقال لك انا عندي المرض اللي اسمه الهيموليتيك يوريميك سندروم دهوت، بيبقى فيه نقص في خلايا الدم الحمراء ونقص في الصفائح الدمويه. تمام. تمام كده. يبقى ده معنى كلمه هيموليتيك، ان خلايا الدم الحمراء بقت قليله، ومعنى كلمه هيموليتيك في المرض ده يعني ان خلايا الدم الحمراء كانت قليله والصفائح كانت قليله. طب معنى كلمه يوريميك؟ كلمه يوريميك اعني بيها يوريميا، وكلمه يوريميا معناها الفشل الكلوي. يبقى فعلا المرض ده هو بيبقى عباره عن ثلاث حاجات، عباره عن نقص في خلايا الدم الحمراء ونقص في الصفائح وفشل كلوي. ده المرض ده. دي كده كانت نبذه بسيطه عليها، على فكره مش عليك النبذه دي، بس ايه عشان ابقى وضحت لك معنى كلمه هيموليتيك يوريميك سندروم الدنيا عامله فيها ازاي. تمام. طيب بروح سالك اول حاجه وبقول لك ان الهيموليتيك يوريميك سندروم ده اهو مين البكتيريا اللي بتعمله؟ هتقول له البكتيريا اللي بتعمله هي اسمها انتيرو هيموراجيك ايكولاي، بس الاسترين المهمه اللي عندنا اللي هي كانت او 157 اتش 7. تمام. هي ديت اللي بتعمله، وخلي بالك ان الرقم ده مهم جدا وبيجي معاك ام سي كيو. تمام. ده اول معلومه عايزك تعرفها عليه. تاني حاجه عايزك تعرفها عليه هي المود اوف ترانسميشن. المود اوف ترانسميشن. طيب المود اوف ترانسميشن ده نظامه ايه؟ المود اوف ترانسميشن بيقول لك انها لو انت اكلت اندر كوكت همبرجر. يعني ايه بقى؟
يعني اللي هو الهمبرجر اللي مش مطبوخ كويس، البكتيريا دي بتيجي فيه وتعمل لك الهيموليتيك كريمك سندروم، مرض خطير جدا على فكره ممكن ينتهي بالوفاه. تمام. بعد كده دايركت كونتاكت ويز الانيمال، يعني الاحتكاك المباشر مع الحيوان، من الحاجات برضو اللي هي بتساعد ان الهيموليتيك يوريميك سندروم يبدا ان هو ينتشر. فده كده اول حاجه عندنا اللي هو كان الهيموليتيك كريمك سندروم. بعد كده بنتكلم على الجزء الثاني، ومرض برضو ثاني بحرف الاتش اسمه هيموراجيك، لان هي اسمها انتيرو هيموراجيك، فهتعمل مرض اسمه هيموراجيك كولايتس. طيب مين مين الاسترين اللي هتعمل هيموراجيك كولايتس؟ هي نفس الاسترين اللي انا قلت لك انك تحفظها، اي اتش اي سي انتيرو هيموراجيك اي كولاي او 157 اتش 7. الاسترين دي مهمه، بتيجي جدا كتير جدا في الام سي كيو. طيب ايه فكره الهيموراجيك كولايتس؟ الهيموراجيك كولايتس بيتعمل بحاجه اسمها الفيرو توكسين، وكنا اتكلمنا عليه فين؟ في الفيرولانس فاكتور اللي هو كان الشيجيلا لايك توكسين. تمام. قال لك التوكسين دوت كان بيعمل انهبيشن للبروتين فبيحصل دايريه، وفي نفس الوقت بما انه توكسين فانفيجن بيروح يكسر خلايا الامعاء فبينزل معاها دم، فبيديك دايريه مع دم اللي هي بلادي دايريه. بلادي دايريه، فده فعلا الهيموراجيك كولايتس عباره عن بلادي دايريه. بيتعمل بمين؟ بيتعمل بالاي كولاي او 157 اتش 7 وبالتوكسين اسمه الفيروتوكسين اللي هو بيبقى بيعمل لك دايريه وبلد في الدايريه. تمام. فده كده كانت اول استرين معانا، بقيه الاسترينز ان شاء الله هتبقى سهله علينا. دي الانتيرو هيموراجيك اي كولاي. تمام كده. تمام. بعد الانتيرو هيموراجيك اي كولاي بنكمل بقى كلمه هاي تاب، فعندك حرف الاي اللي هو انتيرو انفيزيف اي كولاي. انتيرو انفيزيف اي كولاي، انتيرو انفيزيف اي كولاي بتعمل لك حاجه اسمها ديزنتري لايك دايريه. ديزنتري لايك دايريه، وراح افصل لك كلمه ديزنتري دلوقتي. تمام. بص يا باشا، كلمه دايريه، كلمه دايريه دهيت لوحدها اعني ان الاستول بتاع او البراز بتاع الشخص دهوت سائل، او ان الشخص ده بيخش الحمام كتير، وبالتالي الاستول بتاع الدايريه بس كده، هو بيبقى جواه ستول بس مش بيبقى جواه اي حاجه غير الاستول. تمام. طيب لو جيت قلت لك في تانية حاجه، مصطلح تاني اسمه بلادي دايريه لسه قايلينه دلوقتي، هتلاقي ان هو عباره عن ايه؟ الاستول اللي نازل ده هو هيبقى معاه ايه؟ هيبقى معاه بلاد. تمام كده. طيب لو لقيت الاستول كان معاه نفس البلاد يعني، ومع البلاد زودنا الميوكس، ده هنسميه ايه؟ ده هنسميه ديزنتري. ده هنسميه ديزنتري. ده هنسميه ديزنتري. يبقى ده معنى كلمه ديزنتري، استول معاه بلاد معاه ميوكس، ده معنى كلمه ديزنتري. فعندك دلوقتي الانتيرو انفيزيف اي كولاي من البكتيريات اللي بتعمل حاجه اسمها ديزنتري لايك دايريه، وكلام بسيط وسهل خالص ما فيهوش اي مشكله. تمام. بعد كده بعد حرف الاي عندك حرف التي، بنقول حاجه اسمها انتيرو توكسوجينيك اي كولاي. حرف التي اهو، حرف التي بما انها بقى، عشان هنشوف هنحفظ الكلام دلوقتي ازاي، انا قلت لك الانتيرو هيموراجيك بدا بحرف الاتش، فكل امراض هتبقى بحرف الاتش. الانتيرو انفيزيف صراحه انا ما عرفتش ان انا اجيب لها تسكيمه، فلو اي حد عارف يجيب لها سكيمه يعني بيقول. تمام. طيب الانتيرو توكسوجينيك برضه بحرف التي، هتعمل لك حاجه بحرف الدي. العامل المشترك في كل انواع الايكولاي اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هو دايريه. تمام كده. تمام. طيب الانتيرو انفيزيف كانت بتعمل ديزنتي لايك دايريه، طب الانتيرو توكسوجينيك اللي بنتكلم عليها هتعمل دايريه بس بدأ بحرف التي، يعني حاجه دايريه. هتلاقي التي هنا اقصد بيها ترافلرز دايريه. ترافلرز دايريه، وكلمه ترافلرز دايريه دي بتيجي مثلا للشخص اللي هو لو مثلا شخص قاعد في دوله وسافر لدوله ثانيه، اهو الشخص ده هو مثلا قاعد في الدوله ده، هي دوله ايه، وراح لدوله ثانيه. تمام. ما راح للدوله الثانيه دهيت، بدا الشخص ايه ده هو جاله اسهال، سافر من الدوله دي للدوله دي، فبدا ان هو جاله اسهال في المكان ده، بالرغم من ان سكان الدوله بي ده هم ما عندهمش اسهال، فالشخص دوت عشان سافر من الدوله دي للدوله الثانيه جاله اسهال، فسميناها ايه؟ ترافلرز دايري. تمام. طيب ايه السبب مثلا اللي بيخلي الشخص دوت يجيله اسهال وبقيه الاشخاص اللي قاعدين في المدينه ما يجيلهمش؟ قال لك لان البكتيريا دهيت في المدينه دي مثلا بتبقى موجوده بشكل كبير، فالناس الجهاز المناعه خد عليها، فلما تيجي البكتيريا بيبدا ان هم ايه، جهاز المناعه يعرف ان هو يتعامل معاها، بينما الشخص اللي جاي لهم مسافر من دوله ثانيه لسه جهاز المناعه ما خدش على البكتيريا دي، فبيبدا ان هو يجي له اسهال. فده معنى كلمه ترافلرز دايريه، ان شخص راح سافر من دوله لدوله ثانيه، في الدوله الثانيه دي هي جاله هناك الاسهال الدايريه اللي احنا بنتكلم عنها. تمام. فحرف التي على طول فكرك بترافلرز دايريه. تمام. بعد كده بنكمل هاي تاب، حرف الاي، حرف اي 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 سي اللي هو انتيرو اجريفيتيف اي كولاي، وحرف الاي ده هو هيفكرك بايه؟ هيفكرك باطفال. اطفال.
وكلمة طفل بالانجليزي يعني بيها تشايلد، صح كده؟ طيب ازاي بقى؟ احنا اتفقنا ان كل انواع الايكولايدر هيت هتعمل دايرية. طب ايه الدايرية ديت بقى نظامها ايه؟ مش دي كانت ترافرس دايرية؟ هنا الدايرية قال لك هتيجي في الاطفال والاتش اي في، الناس اللي هم عندهم مرض نقص المناعه. طب ما دول اسمهم ايه؟ دولت مناعتهم مش مكتمله، فبنقول عليها ايه؟ دايريه في الاميونو كومبرومايز، الناس اللي مناعتهم ضعيفه. يبقى حرف الايه فكرك بالاطفال، طفل يعني تشايلد، والتشايلد دوت مناعته مش بتكون مكتمله، وبالتالي بتعرف على طول الانتيرو اجريفيتد بتعمل دايريه في الناس اللي هم الاميونو كومبرومايز ده. تمام كده؟ تمام، اكتب الكلام ده عندك عشان ايه ما كتبتش السكيما دي في الكتاب. تمام؟ اخر واحده عندنا حرف البي اللي هي كان اسمها انتيرو باثوجينيك ايكولاي، وحرف البي ده هوت هيفكرك انها بيبي. بيبي، والبيبي اصغر من الطفل، يعني الطفل تشايلد اصغر منه في السن بيبقى البيبي. تمام؟ فيفكرك ان الانتيرو باثوجينيك هتعمل لك برضه دايريه، بس هذه الدايريه موجوده في الناس اللي هم النيونيت اللي هم البيبيز الصغيرين، والناس الانفنت اللي هي درجه اصغر من التشايلد شويه. فبيقول لك فعلا انها بتعمل نيونيتال اند انفانت دايريا في النيرسز اللي هي الحضانات. تمام؟ فانتهت معانا امراض هذه الاسترينز. مره اخرى انتيرو هيموراجيك هتعمل مرضين بحرف الاتش اللي هو هيموليتيكوريميك سندروم وهيموراجيك كولايتس، وقلت لك ما تنساش الام 157 اتش 7. بعد كده الانتيرو انفيزيف عملت لك ديزينتي لايف دايريا، والانتيرو توكسوجينيك بحرف التي عملت لك ترافلرز دايريا، والانتيرو اجريفيتد الحرف الايه فكرك بالاطفال، فتعرف ان الاطفال مناعتهم غير مكتمله فعمل لك دايريه في الاميونو كومبرومايز، والانتيرو باثوجينيك فكرك بالبيبي والبيبي اصغر من الطفل، فبتيجي في النيونيت والانفانت اللي موجودين فين؟ في الحضانات. وده كده كانت الانتستاينال ديزيز اوف الايكولاي. كده خلصنا الانتستاينال ديزيز، هو كان الجزء الاكبر في الامراض. بعد كده بنتكلم على اخر حاجه عندنا في الفيديو ده يعتبر، اللي هي الاكسترا انتستاينال ديزيزز اوف ذا ايكولاي، اللي هي الامراض الايكولاي بتعملها لكن خارج الجهاز الهضمي. الاكسترا انتستاينال ديزيز اوف الايكولاي بتتعمل بالسترين اللي اسمها كي 1 ايكولاي، يعني الكبسول موجوده فيها وبتبقى كي 1 زي السبيشيز اللي احنا قلنا عليها اللي هي كانت اومي 57. دي برضه الاكسترا انتستاين ديزيز بتتعمل بالبكتيريا كولاي اللي عندها الكي 1 انتيجين. تمام؟ مين بقى هي اهم واحده عندنا والاي كولاي دي اهم بكتيريا بتعمل المرض ده؟ هي اليورين تراك انفكشن. اليورين تراك ايه انفكشن؟ اللي هي عدوى فين؟ في الجهاز البولي. عدوى في الجهاز البولي. تمام؟ يبقى بيجي لك سؤال برضه كومبليت بيقول لك مين هي اهم بكتيريا بتعمل اي كولاي؟ من اهم بكتيريا بتعمل يو تي اي؟ هي الاي كولاي. ده سؤال مهم جدا، وعلى فكره هتحفظه وهيتكرر معاك طول مدار دراستك وانت بتاخد مديول الرينال، سواء خدته في سنه ثانيه او في سنه رابعه، هيجي لك ان السؤال ده مين هي اهم بكتيريا بتعمل اليو تي اي؟ هتقول له الاي كولاي على طول، وبرضه هو موجود هنا عندنا في المايكرو. فاول مرض من الامراض اللي الاي كولاي بتعملها خارج الجهاز الهضمي هي اليورين تراك انفكشن. طيب اليورين تراك انفكشن دي بتجي لك بايه؟ بص يا باشا، هتجي لك باعراض جهاز بولي اللي هي بتبقى عامله ازاي؟ فاكر اعراض الجهاز الهضمي اللي هي عباره عن اسهال وترجيع؟ دي اسمها اعراض جهاز هضمي. في بقى حاجه اسمها تانية كده اسمها اعراض الجهاز البولي. اعراض الجهاز البولي بتبقى في شكل فريكوانسي. يعني ايه كلمه فريكوانسي؟ فريكوانسي يعني بيخش الحمام كتير. تمام؟ طيب بعد كده ديسيوريا يعني ايه؟ يعني هو بيعمل حمام بيحس بوجع مع نزول البول، دي اسمها ديسيوريا. طيب بعد كده في حاجه ثالثه اسمها ايرجنسي. ايرجنسي يعني ايه؟ يعني مستعجل، مش بيعرف ان هو يمسك نفسه في الحمام. يبقى يعني اعرفهم كده في شكل اغنيه، فريكوانسي ايرجنسي ديسيوريا، فريكوانسي ايرجنسي ديسيوريا. فده بالنسبه للاعراض، لان طبعا انا كاتبها لك ليه بما انها مش موجوده في الكتاب؟ لانها موجوده في كتاب الاسئله. جالك كيس قال لك واحد جاي لك بفريكوانسي وديسيوريا وايرجنسي، فالبكتيريا دي بكتيريا بتعمل ايه مثلا؟ كانت الاجابه انها بتعمل اختزال للنيترايتس، الملحوظة اللي احنا قلنا عليها في التفاعلات الكيميائية. ده السؤال اللي موجود هنا في كتاب الأسئلة. بيجي لك سؤال بيقول لك جاستيفاي ليه البكتيريا اللي اسمها ايكولاي بتعمل اليورين تراك انفكشن؟ ببساطة شديدة أنت عارف حاجة، إن الايكولاي ده هيت عندها حاجة اسمها البايل. والبايل اللي هي كانت بتساعدها إنها تمسك فين؟ في الميكوزا بتاعت اليورين تراك. تمام؟ تاني حاجة كان عندها حاجة اسمها الكبسول، والكبسول دي هي كانت بتحميها من الفاجوسايتوسس. طيب تالت سبب ان انا عندي اصلا كده بعض الاسترينز اللي من الايكولاي بتبقى عايشه في الفاجينا، حتى بيبقى اسمها يورو باثوجينيك، مش مهم الاسم، المهم ان بعض الفصائل من الايكولاي
بتبقى عايشه في الفاجينا وبتبقى عايشه في منطقه اليوريثرا اللي هي مجرى البول، تمام؟ وبالتالي ممكن انها تطلع من الفاجينا واليوريثرا تروح بقى لبقيه الجهاز البولي، تروح للكليه، تروح لليورينري بلادر، المثانه البوليه، وتبدا تعمل الامراض دي كلها. فده معنى السؤال اللي بيقول لك ليه الايكولاي عندها القدره انها تعمل يورينري تراك انفكشن، لان عندها البايلي وعندها الكبسول وممكن انها تطلع فوق للجهاز للجهاز البولي اليورينري تراك عن طريق انها كانت بتبقى كولونايز، يعني كانت بتبقى موجوده في الفاجينا والبريوريسترال اريا، تمام؟ فده اول مرض اكسترا انتستاينال بتعمله البكتيريا اللي اسمها ايكولاي. طيب تاني مرض بتعمل مرض تاني اسمه نيونيتال مننجيتس، والحمد لله ما فيش كلام كتير على هذا المرض، انت عارفه اصلا بتعمل نيونيتال مننجيتس، مش مشهور على فكره، لكن اهم واحد زي ما اتفقنا فيه هي بتعمله هي اليورين تراك انفكشن، حتى احنا اتكلمنا عليها كتير. تالت حاجه بتعملها بتعمل حاجه اسمها هوسبيتال اكوايرد انفكشن. يعني ايه بقى هوسبيتال اكوايرد انفكشن؟ يعني الشخص خد العدوى من المستشفى، كان سليم مثلا، شخص اهو داخل المستشفى بعدوى بكتيريه، اما دخل جوه المستشفى خد الايكولاي، فدي سميناها ان هو خد الايكولاي من المستشفى ذات نفسها، ما كانش خدها من بره، فسميناها هوسبيتال اكوايرد انفكشن. ده كده كان بالنسبه للاكسترا انتستاينال ديزيز اوف ذا ايكولاي، بتتعمل بالايكولاي اللي عندها الكي واحد انتجين. بعد كده اخر حاجه بقى عندنا خلاص اهي في الفيديو النهارده، ان في بعض البكتيريات بتحدد لك الفيكال بليوشن في الميه. يعني لو انت فاكر وانا بتكلم في الكوليستريديوم بيرفرنجيز الفيديو اللي بتاع الكوليستريديوم، كنت قلت لك ان انا لو خدت عينه ميه وجيت احللها لقيت فيها البكتيريا اللي اسمها كوليستريديوم بيرفرنجيز، بعرف ان العينه ديت ملوثه بفيكال ماتيريال بالبراز، سواء كان بتاع انسان او بتاع ايه او بتاع حيوان. طيب مين بقى الثلاث بكتيريات اللي انا لو لقيتهم اعرف انها ملوثه؟ اول واحده هي البكتيريا اللي احنا بنصددها دلوقتي اللي هي الايكولاي، وتاني واحده احنا خدناها قبل كده اللي هي الكوليستريديوم بيرفرنجيز وجبت لك سيرتها فيها، تمام؟ تالت واحده بقى كنا خدناها برضو في الاستريبتوكوكاي، تمام؟ بس ما جبناش سيرتها وقتها وقلنا انها بتشوف لك الميه، فجت بقى سيرتها دلوقتي البكتيريا اللي اسمها انتيروكوكس فيكاليز. ده كده كان بالنسبه للجزء ده، يبقى ثلاث بكتيريات بيساعدك عشان تشوف الفيكال بليوشن في الوتر، مين هم؟ الايكولاي والكوستيديوم بيرفنجيز والانتيروكوكس فيكاليز. ده كده كان بالنسبه لهذا الجزء. بعد كده بنتكلم على الدايجنوزس، فهتلاقيه زي السكيما بالظبط اللي هي الجديده يذكر فيه. بعد كده البريفنشن، الايكولاي ملهاش اي نوع من انواع البريفنشن غير انك مثلا تقول له حاجات جنرال بقى بتهتم بالاكل وكده، لكن ملهاش اي تطعيم خاص بيها. ده كده فيديو الايكولاي معانا انتهى، كده الفيديو بتاعنا ده انتهى النهارده، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.